رح نحكي اليوم عن عوامل نجاح العلاج لمرضى اعتلال الشبكية الناتج عن داء السكر. هناك عاملين رئيسين، العامل الأول وهو إيجابية التفكير. يقول ابن سينا في مؤلفاته إن قوة الفكر قادرة على إحداث المرض أو الشفاء من المرض، لذلك إيجابية التفكير هو شيء مهم جداً. العامل الثاني وهو الإيمان بفريق عمل متكامل. هذا الفريق مكون من 4 أضلاع، الضلع الأول هو المريض نفسه من خلال إيجابية التفكير ومن خلال ضبط السكر والضغط والدهنيات. العامل الثاني أو الضلع الثاني هو طبيب العيون من خلال متابعة حالة الشبكية باستمرار. الضلع الثالث وهو اختصاص الغدد الصماء والسكر من خلال ضبط العلاج وخلال إعطاء الإنسولين أو ما شابه ذلك. الضلع الرابع والأخير وهو أخصائي التغذية، وذلك من خلال مراقبة الأغذية والأشربة والأطعمة التي يتناولها المريض. لذلك لابد من مرضانا وإخواننا وأحبتنا الذين يعانون من اعتلال الشبكية السكر أو مرض السكر بشكل عام أن يكون عندهم إيجابية التفكير أولاً والإيمان بروح الفريق ثانياً.